أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى
ثم أدبر يسعى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في القرآن واجبة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني إذا قال الله عز وجل عسى أن يحصل كذا لا بد وأن يحصل ويقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وإنما تفيد الحصر، يعني لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الصفات، فهي تزكية من الله سبحانه وتعالى لعمار بيوته أنهم أهل الإيمان والصلاة، ووعد كريم من الله سبحانه وتعالى لهم بأن يهديهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن كان من عمار بيوت الله سبحانه وتعالى فوعده الله عز وجل بالهداية. اللهم اجعلنا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلو حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل ممن يقرأه القرآن فيرقى. اللهم لا تجعلنا ممن يقرأه فينزل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن العظيم حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل جزء جزاء. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ارزق جنة يا الله، اللهم ارزقنا الجنة يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. إلهنا هؤلاء الجموم أبطل عينا نظرت إليه وما بركت. اللهم أبطل عينا نظرت إليه وما بركت. اللهم هؤلاء القراء أبطل إليهم عينا نظرت وما بركت، حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم يا الله في جمعة الرجال أو في جمعة النساء. اللهم أبطل عينا أصابت عقلا فلبذته، أصابت علما فضيعته، أصابت ذكاء فسحقته، أصابت جسدا فأمرضتها. اللهم صرف عنا كيد الخائنين ومكر الحاسدين من خلقك من الإنس والجن والعفاريت والعفاريتات والماردين والماردات ومن الشياطين والشياطينات. اللهم
اللهم ارزقنا الحلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا الحلاوة الإيمان. أعيذكم بالله من غضبه وعقابه وشر عباده وشر إبليس وجنده وشر كل دابة الله آخذ بناسيتها، إن ربي على صراط المستقيم. أعيذكم بالله مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعيذكم بالله من كل شر لا تطيقين شره. أعيذكم بالله جل وعلا من كل شر لا تطيقين شره، لا تطيقين شره. أعيذكم بالله من كل شر ما ينزل بالليل ويكمن بالنهار، وينزل بالنهار ويكمن بالليل ويكمن بالليل. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتليا إلا عافيته، ولا مبتليا إلا عافيته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مسافرا في سبيلك إلا حفظته ورددته إلى بيتي سالما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ربنا نسألك هذا الإيمان، ربنا نسألك هذا الإيمان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واكشف قروبنا، واقض ديوننا، وارحمنا ولوالدينا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اقسم لنا يا الله من رحمتك التي تقسم هذه الليلة الشريفة يا رب العالمين. اللهم هذا الجموع جاءوا ليستمتعوا بكتابك الكريم، اللهم حفظهم يا رب العالمين برحمتك التي وسعت كل شيء. إلهنا وخالقنا، قامت الظنون إلا إليك، وقل الرجاء إلا منك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره دواء وطاعته شفاء، ارحم من رأس ماله من رجاء وسلاحهم الدعاء. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اغفر موتى المسلمين، اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وعافهم واغفر ذنوبهم يا رب العالمين، وأخصهم الآباء والأمهات.